السلام عليكم أصدقائنا الطيبين. طبعا ألف مبروك لوصول قناة أبو فلة لعشرة مليون مشترك. طبعا مو أول قناة عربي يصل إلى عشرة مليون، ولكن أول قناة عربي يستحق عشرة مليون مشترك. تعرفون ليش يستحق العشرة مليون؟ لأن يوتيوبر مثالي ويشتغل بشكل صح وعبقري بتفكيره، وقدر يكون نفسه من هذه الحالة إلى هذه الحالة. تحبون تعرفون شلون وصل أبو فلة لعشرة مليون مشترك؟ راح أشوفكم هذا الفيديو مثل قصة اللي موجود بقناة أبو فلة، من صفر ما عنده مشتركين ولا عنده سيتاب إلى سيتاب برو وعنده عشرة مليون مشترك. خليكم ويا هذا الفيديو. بعرف عن نفسي اللي ما يعرفوني، جدد اللي اشتركوا بالقناة، اسمي حسن سليمان، أحب إن الناس ينادوني أو لغم في اليوتيوب أبو فلة. كان في بداياته ما يعرف يتكلم ودائما يخربط بالكلام، وبعدها صار يعطي نصائح للمتابعين بعد ما اشتغل على نفسه بشكل صحيح. عام 2018 بداية جديدة، وكما نعلم كل بداية وكل الطريق. هذا كويد أقول مثل نسيته والله. فالمقطع هذا ما يعتبر مقطع، يعني مقطع هذا مقطع شنو؟ طيب هذا مقطع ما يعتبر مقطع يا أخي، ما تعرف تسولف. كان يخطط كل شيء في بداية العام ويتبع حلمه، وقال لازم أوصل إلى 100,000 مشترك في عام 2018، وفعلا وصل. عام 2018 بإذن الله راح يكون العام اللي راح أدخل فيه 100,000 مشترك. كيام والله يا شباب خرافي قسم بالله. هو 200,000 وصل، نصل إليه، وبعدها إلى 500,000، وبعدها إلى المليون، وبعدها إلى 10 مليون. ما في شيء مستحيل. كيف وصلت 500,000 مشترك بهالسرعة؟ الحمد لله على كل شيء يا جماعة، بس والله ما أدري كيف وصلت 500,000 مشترك بهالسرعة. بإذن الله يا شباب 2019 أنت يا عزيز المشاهد وأنت معاي بإذن الله راح نوصل مليون مشترك. والله لحظة ما راح أنساها بشهر رمضان يا الله. هذا كان اول سيت اب لي، اول ما قررت اني افتح قناه باليوتيوب. فعزيزي المشاهد، من هذا السيت اب الى السيت اب هذا، كيف وصلت لهالاشياء هذه؟ توكل على ربك، شد حيلك واصل. ولما وصل الى 3 مليون مشترك سوى فكر اسطوري، اللي هو نزل على الشارع وقام ينطي فلوس للمتابعين، وبنفس الوقت هم يفرحهم هم يبني له قاعدة جماهيرية قوية. الثلاثة مليون كواحد يطلع لا شو طلع له عبد الله ثاني عبد الله عرفه يستاهل والله يستاهل خذ عطا أول ما يبقى 10 أروح أحطهم بالنار. كان حلم بالنسبة إلى أن يصل إلى 8 مليون مشترك قبل نهاية سنة 2020، ولكن وصل إلى 10 مليون مشترك في نهاية 2020. الآن حنا 4,400,000 مشترك، نهاية 2020 يا جماعة يبدينا نوصل 8 مليون مشترك. طبعا أكثر دول يتابعون أبو فلة اللي هو السعودية والعراق، لما كان عنده 4 مليون وكسر مشترك. المركز الأول بكل جدارة بنسبة 32.6%، أكثر عائلة لأبو فلة المملكة العربية السعودية. تحتل المركز الثاني العظيم والمركز الأول وبكل جدارة في الأغاني العربية، وخاصة أيوة. العراق العظيم. جيناك بحاية وهلك وفاية هم الحجاية. قعدت أفكر أقول ليش أنا وصلت هنا؟ والله لو يجي أي إنسان يسألني أبو فلة أنت ليش واصل هنا بهالسرعة اللي مو طبيعية؟ تعرف شنو السر اللي يخلي يتواصل بزيادة عدد المشتركين؟ هو ببقاء على تواضعها مهما كبر رقم عدد المشتركين. 2020 شهر 6 أنا واصل 5 مليون. أقسم بالله العلي العظيم لو إني ببكي يا جماعة الآن إنها لحظة تستاهل البكي. بس ما راح أبكي، لا ما راح أبكي. والله ما أبكي والله. ولما وصل أبو فلة ل 5 مليون مشترك عمل شيء جدا عظيم، ومنها كون قاعدة جماهيرية قوية اللي هو بناء مسجد. بإذن
الله وربي يسمع الكلام هذا وربي شاهد وانتم شاهدين باذن الله الواحد الاحد اني راح ابني مسجد يا ربي بنيته ليس انا فقط بل مع متابعين. لما وصل 6 مليون اشترى سيارة لأختها واشترى ذهب لأمها، ومو بس هذا، يوزع أكواد مكون من 50 دولار أو 100 دولار إلى متابعين. تصدقون شيء يا جماعة وأتوقع أنكم لاحظتوا هالشيء هذا، ولا مرة في الست ملايين هذه احتفلت مع أهلي ولا مرة. شوف 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 أمعني النظر أنت اللي قاعد تشوف المقطع دقيقة بس من وقتي بوم ابلع 10 أكواد كل كون 10 دولار أحس إنك ما لحقت صح؟ أوكي بوم 10 أكواد كل كون 50 دولار بدري بعد أحس إنك ما لحقت بوم 10 أكواد كل كون 100 دولار بدأ يزيد متابعين أبو فلة وصل إلى 7 مليون مشترك ومن ثم إلى 8 مليون مشترك. لما وصل إلى 8 مليون تكلم قصة قال إنه قبل ما أدخل في مجال يوتيوب ما كان عندي فلوس حتى أكمل أو أدخل على الجامعة، ولكن هسه بما أنه الله رزقني راح أتكفل بثمانية طلاب من دول النامية. أتكفل بدراسة 8 أشخاص من الدول النامية. أبو فلة ما توقف مساعدات للناس، بدأ يعمل giveaway على حساب انستغرام يعطي 8 بلاي ستيشن بمناسبة 8 مليون. ما أنتوا تعرفون أن بلاي ستيشن 5 بعد شهر أو شهرين على الكثير نازل، تعرفون الشيء هذا صح؟ طنقة 8 أجهزة بلاي ستيشن 5 giveaway لكم يا جماعة على حسابي بالإنستغرام. تفزت بالسحب وكنت واحد من الثمانية المشتركين بالمسابقة بحسابي بالإنستغرام، والله العلي العظيم لو إنك كنت في آخر العالم، لو إنك ورا الشمس، لأجيب لك السوني 5 عند باب بيتك. 9 مليون. ولما وصل 9 مليون بدأ يتكفل 9 يتامى، وبنفس الوقت عطى 19 جهاز آيفون الجديد لأصدقائه. قبل 4 سنين كنت أدين من القهوة عشان أخذ لي بطل ماء يا جماعة، والله ما أكذب، يشهد الله إني ما أكذب، وكنت أدين من ربعي بعد. يا جماعة ما أبي أطول الكلام، ليتس جو، خلنا نقفل 9 يتامى يا الله. 9 عمري 29، عمري 22 سنة، أكمل 9 يتامى يا إلهي، إيش قاعد أسوي؟ والله ما أدري. لما تفرح فرح الناس اللي حولك، في كل مليون جديد أفرح فيه دائماً أحاول أفرح الناس اللي أحبهم، والآن دام إني وصلت 9 مليون راح أفرح الناس اللي أنا مرة أحبهم. 19 واحد اللي راح نسويه كنادي، 19 واحد صح؟ 19 واحد راح نجيبه يا جماعة الآيفون الجديد. والله تلفون، والله تلفون. كل ما خير يا جماعة ورب يستر. الله. واليوم وصل قناة أبو فلة 10 مليون مشترك وانضم لقائمة أكبر صانع محتوى في العالم العربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقطع هذا يا شباب مقطع شكر. إيه شكر لكم. شكرا لين شاهدت الفيديو للنهاية، أتمنى أن تأخذون فكرة من هذا الفيديو أن تتبعون حلمكم مهما كانت الظروف. اتبع حلمك، اتبع حلمك والله راح توصل، لا تخلي أي واحد حشرة يحطم حلمك، لأنه حشرة وهذا الحشرة تدعس عليه وتكمل طريقك وتوصل، ويوم توصل راح تشوف الحشرة هذا قاعد يصفق لك، قاعد يقول دايم والله انت تستطيع. بالخمسة مليون لان الرقم مره قوي،
والحمد لله ربي أنعمني بنعمة أنتوا نعمة يا جماعة، أنتوا نعمة والله، وراح أسأل فيها أمام الله، أمام الله ربي راح يجي يسألني، ربي راح يجي، راح أكون أمام ربي راح يسألني، راح يقول لي أنت شنو سويت بالنعمة التي أعطيتها إياك، الناس اللي يتابعونك، ملايين المشاهدات اللي قاعد تجيك، الناس اللي قاعد يسمعونك، مهما كانوا أطفال، مراهقين، شباب، كبار، شياب، بنات، أنت شو سويت بالنعمة اللي أنا أعطيتك إياها؟ راح أقول لربي يوم أكون أمامه بإذن الله الواحد الأحد، الشيء اللي راح أسويه اليوم راح أقول لربي يا ربي يوم وصلت للخمسة مليون بنيت مسجدا مكانا يعبدونه لك، يا ربي بنيته ليس أنا فقط بل مع متابعيني.